فهمان ليش ما بتفكر غير بنفسك وبس؟ لو بفكر بنفسي وبس ما كنا صرنا هيك. ومين يلي قال لك انه بدنا نعيش بعز عن طريق الغش واستغلال الناس؟ شو؟ هذا بتسميه غش واستغلال الناس؟ شوف غسان، انت اليوم مانك وعيان شو عم تحكي. والحلال اللي عم يتهرب لبرا، والعلف يلي اسكت! شو عم تحكي؟ تسمي التجارة غش واستغلال يا غسان؟ ليك تغريد جنبك يا أبو حمدي. اسمعيني منيح يا بنتي، طبعا انت بتعرفي شو عم يقولوا الدكاترة عنك. الحقيقة يا بابا انت ما فيك شيء، انت مالك مريضة. القصة محتاجة لشوية مصاري بس. مصاري؟ بس يا عزيزي، متى ما جوزنا حمدي ان شاء الله وفرحنا فيه يا بابا رح اسافر انا وياكي وامك لاوروبا، وما بنرجع الا وانت عم تحكي مثلنا واحسن. اوروبا؟ انسي موضوع المركز ولا تشغلي حالك وتتعلمي شغلات ما رح تحتاجي لها. قومي بابا، قومي قومي. نعم بتعرف يا ابو حمدي، طول عمرك حلال المشاكل، لك منين طلعت لنا بفكره اوروبا هاي؟ والله فكره بتاخذ العقل. اصلا انا طول عمري بحلم اني اسافر لبلاد برا. اي وموضوع يا بي بكره يا ابني بحكي لك معها. ليش لا تحكي معها؟ انت اعطيها خبر وبس، يعني وين حتلاقي احسن من ابني حمدي؟ بتعرف تغريد؟ انا كنت ناوي اخترع على بابا يبعتك تتعالج لبابا. أول شيء فرص الشفاء أقوى، وثاني شيء راح بتشوف العالم.
بالاقتراح اللي قلته قدام ابوك قبل شوي. تروح شو؟ ما سمعتك. لا امبلا سمعت، بس طلعت لهون عم تتدلل. بقول لك ما سمعت. انا بتجوز سلمى وانت بتتجوز وحده من اخواتها. سلمى واخواتها اخواتي يا حمدي. الله يخليك، ما ترسم لي مستقبلي على كيفك. مو احسن ما تتعلق بحبال الهوى؟ شو قصدك؟ اوعى تفكر اني ما بعرف. انا بعرف كل شيء، بس لساتني ساكت، والساعة اللي راح اتأكد فيها راح حط الدنيا فوق راسك وراسها. مين بتقصد؟ انت بتعرف ان شباب شبه، شو صار لك؟ لا ما في شيء، بس يبدو انا نعست بدي نام. تصبح على خير. انت من اهله؟ شو اللي عم بيصير؟ شو بتحبي النوم؟ خلص هنادي طفي الضو ونامي. شو بك معلمي؟ راح تضل طول الليل هيك؟ الدوام انتهى من ساعة. روح انت، انا بقفل. شو سارح معلمي؟ احكي لي يمكن اقدر ساعدك. اللي يا جميل. ايوه معلمي. عمرك شفت انسان ميت؟ ايه كتير، واخرهم ابي الله يرحمه. لا لا لا، انا بقصد انسان ميت حي. ها؟ ميت حي؟ شلون صارت هاي؟ لا لا ما تاخذ ببالك، انا بمزح معك. معلمي شكلك عم بيقول انك تعبان، اسمع مني وروح نام مرتاح. بخاطرك. مع السلامه. خير يا ابني، شايفك كنت بحال وصرت بحال.
ايوه على هاللقطة. اي والله لو يسمع مني لجوزه ست ست. انا نعست وبدي نام. تصبحوا على خير. انت بقى وانت من اهله يا عمرو. شو؟ وانت ما بدك تنام؟ بدي نام. فوت لشوف مين هو اللي عمل عملته. شوفي مين هو؟ شو هاد يا حمدي؟ انت شلون تدخل لهون صوتك عالي بدون حتى ما تقول صباح الخير؟ ومن وين بده يجي الخير؟ اللي مين؟ هذا هو. أنا؟ أنا شو؟ كان قلبي حاسسني. شو اللي صار؟ قلي. لو ما لحقته كان حرق المحصول كله، مو بس المحصول والشجر كمان. تفضل تفضل شوف النسب اللي اعطاياها. هاي جريمة وما رح اسكت عليها. متى صار الحكي؟ هلا انت صدقت؟ انا بحياتي ما شفت هالبني ادم. لك حبيبي انا بعرفك، انا شفتك قبل هالمره. اطلع من هالبواب، مو علينا. حمدي بدك تخرب بيتي؟ طيب اذا ما دفعتك الثمن غالي ما بيكون اسمي حمدي، وراح اقول لكل الناس على اللي عم بصير. قال إرشاد زراعي قال. يلا شكيب. صدقني يا فتحي أنا بعمري ما شفته. بصدقك. طب ليش عم يحكي هيك؟ عم بينفذ أوامر. أوامر مين؟ أوامر حمدي نفسه. حمدي حطك بمخه وما راح يحل عنك ذنوب. طيب شو راح يستفيد من كل اللي عم يعمله؟ عم يراكم اسباب. عم يراكم اسباب حتى يظهر قدام الناس انه تحملك كثير، انه وصل لمرحله ما عاد فيه يتحمل. معقول؟ هذا هو حمدي. غدار وشرس وكل الناس بتتحاشى. سامي دير بالك منه. صباح الخير يا سلمى. صباح الخير عمو. كيفك؟ كيف صحتك؟ كيف خواتك؟ الحمد لله عمو، بيبوسوا ايدك. الله يسلمك ويسلمك. حيا يا بنتي، انا اليوم كنت حابب احكي معك بموضوع مهم، بس طرح عندي شغله ضروريه بالشام، نزلت قضيتها ورجعت. خير ان شاء الله. الله يجعلك خير. شو وين خواتك؟ عم يساعدوا مرت عمو. الله يعطيهم العافية. الله يعافيك. على كل إن بكرة بس تفتح المدارس بيصيروا بينتبهوا لدراستهم أكثر، وأكيد مرت عمو رح تعزم. وشو بدهم بهالدراسة يا بنتي؟ لا عمو الله يخليك، أخواتي مستقبلهم بدراستهم. على كل حال هذا مو وقته، أنا جايكي بموضوع مهم. خير إن شاء الله عمو. ما رح أخذ وأعطي كتير بالموضوع، بدنا نفرح فيكن انت وحمدي. شو قلتي؟ عمو انا بعتبر حمدي. لا تعطيني جواب هلا وتتسرعي، فكري على الله، خلي راحتك، فكري منيح، بس اوعك تزعليني منك. يلا خاطرك. مع السلامة.
هذا خلاص 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 هاتا شو بدك انت فيها؟ خلاص بعطيك اجاره. تعا 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 عمو تعا تعا عنا شغل سوا غير شكل ولا يهمك. خلاص زكي ما تضايق لي السواح اللي معي. ها ما راح ضايقهم بالعكس راح يطير عقلهم. مشروع بقص ذهب احمر واذا بدك بعطيك عموله ولا يهمك. خلاص روح شوف شغلك انت. مستير 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 هون 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 صورة صورة مع الحمار صورة مع الحمار حمار ابن حمار أصلي صورة اصطفي. مستير 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 انت 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 اللي قدامه الأستاذ غسان يا يا مستير. ايه ايه هون هون صورة 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 مع مع الدونكي. شك شك وزا دونكي شك شك وزا دونكي وزا دونكي تعا شك شك اه اه شفته شفته شو سوى اضحك لك عملك ايه. تعم السير تعم السير. لك زكي انت شو عم تسوي؟ انا عم بتدخل بشغلك شيء؟ انت عم تضايقني كثير. ليش عم تتضايق؟ مالك شايفهم كيف مبسوطين السواح؟ ليه كيف عم يضحكوا؟ شو بك؟ اصلا هن بيجوا من بلادهم لهون ليتصوروا مع حميرنا. طب خلص خلص تعرف شو؟ عم فكر جيب لي شيء جمال وغنمتين واربع جاجات وجمال يتصوروا معه. شو رايك؟ مشروع بقص ذهب احمر مثل ما قلت لك. يا ماشي مستر 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 صوره وزا دونكي عمل له عمل له عمل له قول له معي قرب قرب تعال تعال لك لك تعال تشك تشك وزا دونكي وزا دونكي. بدها تفكر هذا اللي ناقص. مو بعيدة بعدين تقول لك ما بدي اياه. من حقها تفكر يا ام حمدي من حقها. انا ما بحب هالحركات هي. شو عم تقل حالها وتعمل لنفسها قيمه. ما تراجعيها وما تحكي معها ولا كلمه. حمدي انا بحكي معه. انا خايفه تسوق فيها وتقعد تفكر شهر وبصراحه انا ما بحب استنى كثير. يا بنت الحلال وين بدها تروح؟ ما قاعده جنبك. أنا ما قصدت استناها هي، أنا قصدت السفر لبلاد الأجانب. أنا رايح لشغلي. الله معك، شو بتحب أطبخ لك؟ ما بتفرق. إيه، لكان خليها على ذوقي. أنت يا أبو حمدي طول عمرك بتاكل على ذوقي. واللهم صل على النبي اليوم وشك منور ومثل الوردة، وصحتك يغزي العين مثل البوم. الله يديمها عليك يا رب. آمين يا رب. يلا خاطرك. مع السلامة. قال بدها تفكر. مرحبا بابا. أنا رايح بدك شيء؟ ما فهمت عليكي. بدك تروح زيارة؟ لعند مين؟ ايه لعند ايمان. ايه هلا فهمت عليكي. إيه شو علي بابا؟ فوتي اعطي خبر لامك ولحتى وصلك بطريقي. يلا بابا يلا. يا رب يا رب تشفيها يا رب. كيفك يا راجح؟ أهلين غسان، كيفك أنت؟ منيح. صحتها رجعت مثل الأول وأحسن. الحمد لله. اشتقت لك كثير. أنا يلي اشتقت لها.
عم تعمل؟ أنا بعرف شو عم ساوي. وبعدين معك يا زكي؟ طب ما أنا شايفني مشغول، فيك تقول لا؟ زكي عمالك هي عم يشجع الناس عليك، وأولهم حمدي. أنا لا بهمني لا حمدي ولا غير حمدي. إيه؟ بس أنا بهمني أنت أخي، ويا ويلو يا ويلو اللي بيقرب منك. انسى انسى، الأستاذ سامي عمل اللازم خلاص. يلي عمل اللازم واحد غريب، بكره بتشوف، بكره بتشوف أخوك شو راح يعمل فيهم. شو بدك مني؟ لك شو بدك مني؟ اتركني بحالي. أنا ما بدي منك شيء، ما بدي منك شيء. ولا أقول لك مبلا، بدي منك شغلة واحدة بس. شو بدك؟ تتركني بحالي. مثل ما بدك، مثل ما بدك يا سيد زكي، اشتغل واخترع على كيفك. بكره بتشوف شو راح أعمل مع حمدي، مثل ما عمل فيك، راح أعمل مع أخوه، وهن اللي بدو. الغلط ما بتصلح بالغلط. أنت مسكين، ما بتعرفهم مثلي. مسكين؟ أنا مسكين؟ أنا مضغوط مثل الخشب. بده يأذي غسان؟ يمكن ما يقدر. غسان مو مثل حمدي. ليش هيك عم تطلع فيه؟ عم فكر باللي عم تقوليه. معك حق، غسان مو مثل حمدي، وأنا مو مثل غسان، وزياد مو مثلي. الله يرحمه ويحميه. يا زكي زياد ميت. قصدي يحمي غسان. ما بعرف شو بدي اقول لك يا تغريد. كنت مفكرة انه مشكلتك بتنحل لما اقنعك انت، بس ما تخيلت ابدا انه هذا يكون موقف ابوك. شو ليش وقفتي؟ خليني وصلك، خليني وصلك. خلاص مع السلامة. كيف شفتها؟ منيحة الحمد لله. راجح دير بالك عليها. ولا يهمك. ماني عرفانة شو بدي ساوي، خايفة إذا رفضت يزعل عمي، ويا ريت عزعله، بس حياتنا معه رح تتحول لجحيم. الجحيم أهوى من العيشة مع حمدي. سلمى رفضي وقعك توافقي. لا تضحي بحياتك مشان ترضي غيرك يا سلمى، الا اذا كنتي حاسة. لا يا روان لا تكملي. سلمى لا يا علادي، فرحان بيضل اخونا. الاخ ما بيترك اخواته بروح. الاخ سند يا روان، سند. سلمى انت لازم تعتمدي على حالك وتاخدي قرار بيناسبك، ما يهمك حدا. انا القرار اخذته، صعب كثير كل حمدي، مستحيل.
بس انا اكلي هم حياتنا ماما. يا ريت تركونا نعيش بالشام. حتى لو تركونا من وين بدنا نصرف؟ كنا بعنا الارض اللي قلنا، نحن ما عم نستفاد منها شيء. صحيح، فرحان اللي كان ياخذ حق المحصول ونحن ما كنا نشوف شيء. مو صحيح، فرحان كان يعطي ماما. شو كان يعطيها؟ كان يعطيها من الجمل ابنه. هلا انا بدي افهم، انتوا ليش مصرين تطلعوا فرحان مظهر مو كويس؟ ابدا يا سلمى، انا بحب فرحان بس زعلانه منه لانه تركنا. هو عمي لازم يدفع لنا مثل ما كان يدفع لفرحان. لك يا بنات، يا بنات مو هذا موضوعنا، نحن بورطه. شو عم تعمل؟ وعد عم ساعدنا. حمدي الشب ما غلق، على مهلك عليه شوي. انت شو دخلك؟ لا لا ازعل منك. ها بدك تزعل ولا تنفلق؟ هلا وقتك. ايدي على راسك والنبي كباسك، مين المجنون؟ انا ولا هو؟ انا المجنون، لا تدخلت. لا 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 حول ولا قوة الا بالله. انتوا السبب. ها مرت عمو، مرت عمو، شو في؟ شو بدي؟ ليكي زغل. لك شو بها؟ شو اللي طالع برا البيت؟ اه لا تبكي يا امي، لك حرام عليك، شو بدك فيها؟ ليش خليتوها تطلع برا البيت؟ وين كانت؟ ابوك ودها لعند ايمان. فوتي روحي ابكي جوا، فضحتينا. روحي. لك شو بدك فيها؟ حرام عليك. لك لو شفتيها شلون واقعة على الأرض وفي سبعة ما حاول أقومها. لك ما كنت حكيت هيك، وين كانت؟ أبوك ودها لعند إيمان. إيمان؟ إي نعم. حمدي لك لو رايح. خلص يا تغريد، مشان خاطري لا تبكي. تغريد أنا بحبك. ليش رجعتي لحالك؟ ليش ما خليتي إيمان توصلك؟ طيب ليش ما خليتيها تتصل فيني لأجي أعدك؟ أنتي ما بتعرفي أخوكي؟ معلش يا مرت عمو، ما صار شي، كل الناس بتقع. قومي غسلي وشك، قومي. صراحة يا مرت عمو، حمدي كبر الشغل كثير.
ليش هيك حظي يعني؟ ليش؟ انت كيف تدخل؟ اسمعيني يا بنت المختار، انا ما بدي اياكي ترافي اختي بنوب، فهمانه؟ هي مو طريقه بالحكي يا حمدي. انا هيك مخي اعوج، عائلاتي شغل ايدي. شوفي ايمان، اذا بتقربي من اختي بس الدنيا بتربى فوق راسك. اطلع لبرا، برا. مو حمدي اللي بنقله اطلع برا؟ اطلع برا قبل ما اطلب لك الشرطه. ماشي ماشي ايمان خانم، يلي عندي قلته، بس بعد هيك لا حدا يلومني. بيعملها كأنه مو بني آدمي، مو الحق عليه، الحق على عمي اللي بيسكت له. يا حبيبتي يا تغريد، ما انت بكره رح يصير فيكي مثله، وبعد ما تتجوزي من حمدي ما رح تنخرسي وبس، رح تنخرسي وتنطرشي وتنعمي وتتكرسحي وتتورمي من كتر الضرب. بعيد الشر. وبعدين معك ما بكفيها اللي فيها؟ انحرقت قلبي عليها يا روان. حمدي مو معقول، مستحيل يكون انسان عادي. معك حق، وانا كمان خفت منه. وليش تخافي؟ لو شفتي كيف بيعاملها لتخافي انت كمان. بيعاملها كانه مو اخته، كانه بيخجل منها. ما لي عارفه شو صار حتى يعمل هيك. ما لازم تتحرك غير باذنه، نحن مثله. حمدي، سلمى، انت مو بنت عمه بس، لا انت اخت، صديقة، انت القلب الحنون يلي برتاح لما بشكيله، وحابب اسمعك انا كمان. ما تستهيني فيني، يمكن اقدر اعمل شيء. انا فعلا محتاجه لك يا غسان. وانا جنبك. احكي. اهلين رياض. يا هلا بيك، كيفك انت؟ الحمد لله. انت طلبت مني مره حصان، بتذكر؟ بعدك متذكر؟ ابو فريد بده يبيع حصانه، هو صحيح كبير شوي بالعمر
أنا ما جيت عشان هيك. لكن ليش جاي؟ خدمة صغيرة. خذ هاي دفعة صغيرة والكبيرة بعد التنفيذ. اه تنفيذ شو؟ اسمعني منيح يا غسان. يا غسان انا عايشة معكم، كيف بدي؟ انت مو عايشة معنا، انت عايشة مع اخواتك ببيتكم ومو بجبينة حدا. سلمى انت ممكن تضحي بغرض عندك، ممكن تجاملي بمشوار بساعة تساعدي فيها اختي او ماما، لكن تضحي بحياتك عشان ما تزعلي حدا، لا لا ومليون لا. يعني انت شايف انه انا بضحي بحياتي اذا وافقت على حمدي؟ اذا وافقتي على اي انسان انت مو مقتنعة فيه يعني ارفض؟ طبعا بصراحة مو شايفك لحمدي ولا شايفه إلك، مع انكم انتوا الاثنين غاليين على قلبي كتير. طيب ومرت عمي وعمي وحمدي نفسه؟ المهم انت يا سلمى الموضوع هاد ما بخص حدا غيرك، انت صاحبة القرار فيه واي ردة فعل منهم مو لازم تأثر عليك. وما تنسي ان انا موجود، مستحيل اسمح لأي إنسان يضايق بنت عمي وإختي اللي بحبها واللي هي أغلى من عيوني. الله يخلي لي إياك يا رب. أها هاي الدعوة عندي إياها بالدنيا كلها. غسان أنا بدي إياك تهتم بتغريد شوي. تغريد؟ ليش؟ أنا مقصر معها بشي؟ اليوم كانت متضايقة كتير. تعرف يا غسان الناس ما بترحم. شو اللي صار؟ انت شو عم بتقول يا مختار؟ عم قول اللي صار يا ابو حمدي. ابنك حمدي زودها كتير، اذا ما وقف عند حده انا بعرف شغله معه. لا هي لهجه جديده وما راح توقف عند اللهجه وبس. كيف بتجرأ ابنك وبتهجم على بنتي في مكتبها؟ عيني عينك. معك حق ابو حمدي، انا سكتت كتير على غلطكم، انت من جانب ابو رياض من جانب، لكن اللي صار اليوم لا بسكت عنه ولا بتحمله. أرجوك لا تخلط الأمور ببعضها. لو ما سكت على اللي بتعملوه ما كانت جرأ ابنك وتهجم على مكتب بنتي. يلي كنا عم نعمله ما هو غلط وما هو حرام، وبالنسبة لحمدي دواء عندي، وأنا ما بدي إلا خاطرك يكون راضي يا مختار. لا يا أبو حمدي أنا ما جيت أفش غل بكلمتين، اللي صار اليوم خلاني أصمم أوقف بوش أعمالكم. اللي بتعملوه غلط وغلط كبير كمان. انت شو قصتك اليوم يا مختار؟ الكلام اللي بقوله راح اقوله لابو رياض، واذا ما في نتيجه منكم راح اقوله لرئيس المخفر. ريح ضميري ومنكم اله تصطفلوا. خاطرك اللي قلت لك اياه قلته لابو حمدي، وبعد هيك لا تلومني على اللي راح اسويه. هذا مو حكي يا مختار. ما بقدر ضل ساكت،
نحن ما عم نعمل شيء غلط، هي تجارة يا أخي. قصدك استغلال؟ استغلال؟ الخلافات اللي بينك وابو حمدي ما عادت تعنيني، وأنا هالمرة قصدت كل كلمة بقولها. خاطرك شربوا يا بي. ليش صوته طالع؟ أول مرة بيحكي معي بهالطريقة. ليش؟ شو حكى؟ تغريد، صار لك شيء؟ تغريد، أنا قاصد جيبك هون. كلنا منعرف زياد شلون مات. ما تسكتيني، ما تسكتيني. انت لازم تسمعيني، لازم تفهمي وتقتنعي انه يلي صار صار، مستحيل اللي راح يرجع.